شكرا أخي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشكر الأخوة الزملاء في اللجنة المالية والاقتصادية والمكتب الفني التابع للجنة، والشكر موصول كذلك للأخ الوزير وزير المالية وفريق العمل الذين بالفعل عملوا جهد كبير حتى أقروا هذا القانون، وهو باكورة يعني هذا الدورة هذه النيابية. وهذه أولى ثمرات التنسيق النيابي والنيابي الحكومي لرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وفق الشرائح التي تم استعراضها من قبل الأخ وزير المالية. ولا شك أخ الرئيس أن هذه أولى الخطوات يعني لتحسين المستوى المعيشي اللي تكلمنا عنها ضمن الخارطة التشريعية المغرم من ضمن التنسيق النيابي النيابي والتنسيق النيابي الحكومي. أخ الرئيس طبعاً هذا كله يأتي لضمان عيش كريم للأسر الكويتية في ظل ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات والخدمات والتضخم الملحوظ في هذه في السنوات الأخيرة. أخ الرئيس، هناك قانون أقر في سنة 1982، وهذا القانون رقم 49. القانون هذا يختص بشأن زيادة مرتبات الموظفين وزيادة المعاشات المتقاعدين. المادة الرابعة أخي الرئيس تقول: يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادات النفقات المعيشية، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقرها مجلس الوزراء. إذن هناك قانون، لكن على الحكومة أن تنفذ هذا القانون، على الحكومة أن تكون هناك زيادات ليس فقط الآن إنما كل سنتين حسب القانون الموجود في سنة 1983، أي قبل 40 سنة. لذلك أنا أقول هذا الكلام أخي الرئيس، أوجه كلامي للحكومة الآن في ظل هذه الزيادات إن شاء الله تأتي لكل الشرائح. بداية الشرائح الآن هي 52,000 وقد تصل إلى 60,000، وبالتالي بقية الشرائح الأخرى من المتقاعدين، وكذلك زيادة مرتبات الموظفين في تحسين المستوى المعيشي، أن يكون هناك بالفعل استعداد كامل ودراسة وخطة متكاملة حكومية لمحاربة الغلاء ورفع الأسعار المصطنع من قبل بعض التجار في جشع حيكون واضح. لذلك على الحكومة تفعيل أدواتها الرقابية، على الحكومة تفعيل أدواتها لحماية المستهلك، لحماية المواطنين والمقيمين من جشع بعض التجار، كذلك تفعيل الدور الرقابي لحماية المنافسة وعدم الاحتكار. كل هذه موجودة عند الحكومة، على الحكومة أن تقوم بهذا الدور. كذلك أنا أوجه كلامي إلى وزير المالية اليوم في ظل هذه الزيادات، أن يكون هناك استراتيجية واضحة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تكون هناك صناديقها الاستثمارية تكون على مدى بعيد رؤية واضحة وثاقبة حتى تستقطب حتى المتقاعدين التي سيدخلون إلى هذا الصناديق في المستقبل، بأن يكون هناك ضمان الاستمرارية واستدامة الصناديق بالفعل لدفع هذه الزيادات للمتقاعدين في ظل التقاعد السيئتي للشرائح الكبيرة في المجتمع في قادم الأيام. يعني أنا أتكلم عن الآن، من الآن لخمس سنوات لعشر سنوات، ما هي رؤية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ظل هذه الزيادات التي ستدخل عليهم سنوياً؟ كم عدد المتقاعدين سنوياً في خلال عشر سنوات القادمة حتى بالفعل يكون عندنا استدامة لصناديق الاستثمار وتقليص العجز الاكتواري؟ وشكراً أخي الرئيس.